في بداية وهران والأطفال بداية وهران بفضل توجيهات السيد. تقصد تبتوت على السيستم اللي راح قايم؟ أن نحتضن هذا الملتقى العدالة الأمجزة إيش وحدة الجزء؟ المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية. أنا أقول بلي الحوار تاع اليوم أنتج لنا القناعة، القناعة اللي مربوطة بفهم والوعي اللي راه اليوم خليني أقول نتاج تاع لقائنا مع الفاعلين تاع المجتمع المدني في قطاع الصحة على غرار النقابات وفي قطاع أيضا الحقوق عن طريق المحامين. هذا الوعي عاود يشكل ويعزز السلوك الانتخابي، السلوك الواعي تاع المواطن اللي يذهب بقناعة للتصويت يوم 7 سبتمبر إن شاء الله، وهو حامل فهم ووعي هذه الإنجازات وهذه المكتسبات، وأيضا الصوت تاعه اللي عبر على انشغالاته محمول أيضا في البرامج المستقبلية اللي تكون فيها أيضا الاستجابة لاحتياجات المواطن.